شوكه الزمنيه لكن بالسكر، حاجه هي الغريبه كيف حتى كلمتني ناس قبل الحلقه بالسكر. انا نحب نضيف لها كشيك سكر صغير تو نشرح لهم عليه مع التطيب. حنسمع مع بعضنا المكونات للشكشوكه، اللي هو عندنا طماطم الاخضر، وعندنا بصل، وعندنا اللي هو الفلفل الاخضر، وعندنا طبعا الدحي، وعندنا شويه من السكر والملح والفلفل الكحل، واكيد حنستعمل اللي هو طماطم الحكه من دار الغذاء البسمه. فهم هذو بس المكونات، بسيطه جدا وسهله. فكره السكر في الوصفه نتاع اليوم هو نحو به اللي هي الجروسيه نتاع الطماطم الاخضر ونتاع طماطم الحكه. نشكشك في الاول الطماطم الحكه مع البصل ومع الطماطم الاخضر مع شويه سكر، حيعطيكم صوص جميل جدا للشكشوكه. حتتمنى انه حتقدروا تاكلوا، حتتوكل صح، يوكل مع الواحد. اكيد ما ننسوش ملح الهيمالايا والفلفل الكحل. طريقة السكر هي طلاينة يديروا فيها، طلاينة هي في الصلصة، في الصلصة يديروا فيها، لازم الإضافات. حتى تأثير إيطاليا علينا كبير.